أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الإنجاز الكبير الذي حققه سموه في سباق بطولة العالم للرجل الحديدي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز ثمرة من ثمار الدعم الكبير والمباشر من قبل جلالة الملك المفدى وحرص جلالته المتواصل على توفير كافة عوامل النجاح لأبنائه الرياضيين في مختلف الرياضات. وأكد سموه بأن الإنجاز في كونه وتحقيقه لقب بطل العالم للرجل الحديدي ووسط أكثر من 3000 مشارك يأتي تقديرا وعرفانا لجلالة الملك المفدى وردا لجميل جلالته لدعم هذه الرياضة والشباب البحريني بصورة خاصة، حيث أن هذا الدعم مثل الدافع الأكبر لكافة الرياضيين لتحقيق أبرز الإنجازات ورفع اسم البحرين عاليا وخفاقا في كافة المحافل. كما أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الإنجاز إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدا بدعم سموهما للرياضة البحرينية ومتابعتها لكافة المشاركات الخارجية لفريق البحرين للترايثلون. وأهدى سموها الإنجاز الذي حققه في بطولة العالم إلى شعب البحرين الوفي وجميع المقيمين على أرض البحرين الكريمة، مثمنا عاليا وقوفهم إلى جانبه في مهمته الوطنية التي كانت بمثابة التحدي الأكبر في صناعة الإنجازات باسم مملكة البحرين وكتابة اسمها في حروف من ذهب. وقال سموه: لقد أدركت تماما منذ بداية التحضيرات للمشاركة في سباق كونا أنه لن يكون سهلا، لذا فقد وضعت برنامجا تدريبيا مكثفا للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية لخوض غمار سباق صعب للغاية. وأضاف سموه: تحضرت جيدا للسباق ووصلت إلى خط النهاية بتحقيق رقم متميز ومثالي وتحقيق لقب السباق والمركز الأول، فتوشحت بعلم مملكتنا الغالية ورفرفت بعلمها والسعادة تغمرني بتحقيق الانتصار وصناعة المستحيل في سباق لطالما توقف عدد كبير من المتسابقين وعجزوا عن إكماله. كما عرب سموه عن خالص تقديره لما بذله أفراد الفريق من جهود كبيرة في البطولة رغم اختلاف زمن المتسابقين، إلا أن إكمال أفراد الفريق للسباق هو إنجاز بحد ذاته نظرا لما يتطلب ذلك من جهد كبير، مشيدا سموه إلى أن الثقة الكبيرة في أعضاء الفريق كانت في محلها، فقد كانوا بالفعل أبطالا تمكنوا من تأكيد مكانة رياضة الترايثلون البحرينية. Well, you know, I'm speechless. Got this.
won this, earned this. الحمد لله.